أنا زهرة سلمان موظفة نشاط المدرسي ونفس الوقت عضوة بالنقابة الفنانين، وأعمل هذا العمل يعني هو نسيج وهو نفس الوقت بالتشكيل، وهاي أعمالي يعني أشتغلها وشارك. أي هذا تعلمت أزيد من 15 سنة وأزيد، هذا الشغل تعلمته بالأشغال اليدوية، وإجيت نفس الوقت للنشاط تعلمته، شجعني مدير النشاط علي والكادر بالنشاط كله يعني ساعدوني وشجعوني على هذا العمل، قمت أشتغل أنا من شجعوني علي قمت أشتغل يعني أشارك، شاركت بالكلية، شاركت بالجامعة، شاركت بالبيت الثقافي، شاركت بالكادر نفسي تهوى من يشارك، من يشارك يعني يسوون معارض أنا أشارك وياه، أشارك بلوحاتي كل لوحة أسويها أشارك بيها نفس يعني أشارك وين ما كان، وهذا عملي أنا مستمرة بي ومرتاحة بي أشتغل يعني أنا الوحيدة أنا أشتغل بالسماء وهذا العمل أشتغله ومرتاحة له وقاعدة أشجع يعني مديري يشجعني، جماعتي يشجعوني، الكادر مال النشاط المدرسي قاعد يشجعني علي، واللي يجي يعني من غير مدرسة أو من غير مكان أو من بيت الثقافي أو الرسامين اللي يرسمون، الجماعة اللي يشتغلون من يجون يشوفون شغلي يعجبون بي، هسه أشتغله هل تشوفونه بعيونكم، هذا الخيط نسيت، هاي الإبرة أشتريها، وهاي قواني يعني قونية مال شعير عادية أبتكها أنظفها وأحطها على هذا الإطار وحزام وأشتغل اللوحة أخططها وأكملها وأشتغلها أشتغلها وبعدين أسويها على يعني خشب على لوحة يعني لوحة كاملة أسويها.